اه حتى السوق كما تشوفوا السوق كلشي كيدوي على المغرب كلشي كيدوي كلشي كلشي شبان واش كيدوي على المنتخب كلشي كلشي نهار كتكملوا كتكملوا نهار كامل ولا كتحبسوا ولا لا حتى 12 لواحد كنسير صافي تاس مادام كلشي غيمشي لبلاصته بقاو مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء كما كنعرفوا اليوم راه تابعنا هذه المباراة التاريخية ضد المنتخب البرتغالي كنتمنى ان المغرب يكون في نهاره جينا مشاهدينا الكرام السوق الشعبي عند هذا السيد هذا حاول يعطينا التوقعات حول هذا الماتش هذا واش غنربحوا وحنا كنتفائلوا انا كنشوف ان المغاربة اول مرة كنظن ان كلشي متفائل اللي سولتي كبير صغير اللي سولتي كيقول لك متفائلين ورابحين ان شاء الله واخا ما صحيح تفاؤل مزيان عرفك الميكرو الله يحفظك تفاؤل مزيان اخويا وبغينا يكون خير ان شاء الله يكون المنتخب مزيان في نهارو والبرتغال راه ما سهلاش راه صعيبه بزاف نتمنى يكون خير ان شاء الله ونزيدوا نزل قدام وكاس العالم راه كلشي قريب غادي اش بالك اليوم بكل صراحه يعني كتسمع على شوكوك حول المشاركة بعض اللاعبين ماتش صعيب بزاف ماتش صعيب بزاف البارح كان كرواتيا مع البرازيل ما كانش ساهل وربحات كرواتيا شكون كان كيتوقع كرواتيا غتربح واليوم ان شاء الله حنا اللي نكونوا حنا متصدرين ان شاء الله ونهزوا البلاد ان شاء الله سولت واحد السؤال قلت لك الا تقصى الله يستر المغرب واش غتكون راضي ولا غتقول صافي ماشي مشكل ولا غتكون معصب على وهي غنكون راضي على الليفو اللي وصلوا ليه وما غنكونوش راضيين على الخسر خاصة كاين اللي كيقول باللي باقي فين الجوع كما قال والد الركراكي خاصة الناس كيقولوا باللي تربح سباليون تخسر مع البرتغال قاصحة شوية أو صعيبة سباليون كان بون ايكيب ولكن المنتخب ما شاء الله كان مزيان في نهارو وبقاو قاتلين حتى الاخر حتى الضربات الترجيحيه وبونو راه دار الليل بونو دار الليل باركور ديال المنتخب من بديت المونديال كيفاش جاك تعادل مع كرواتيا تربح بلجيكا تربح كندا تقصي اسباني اللي دات كاس العالم في 2010 وليد الركراكي غادي بمقابلات وحده تابع الاخرى وغادي يكيد على الراح ديالو مزيان وكان كان الماتشات كلهم كانوا في صالح ديالنا كانوا مزيانين نتمنى يكون خير ان شاء الله في هذا التحديات ان شاء الله يا ربي التوقعات اللي كاينه دابا يا ربي انت متفائل باش اللي متفائل اللي كدوي توقعش المغرب غيوصل ربع النهائي قبل من المونديال كنا متوقعين غنخسروا ولادة ولكن الطموح غادي كنظن مازال باغي نزيدو الطموح غادي وكيكبر ماتش مورا ماتش حيت ماشي بطولة ولا لا لعب ولا شيء هذا راه منتخب هاد البلاد هاد الدول العربيه يعني هو كلشي يعني حنا اللي ممثلين دابا العرب حنا اللي ممثلين افريقيا كلشي الدول العربيه كاملين ممثلين افريقيا ونتمنى ونتمنى ويكون الماتش مزيان كلشي كيتسنى في المنتخب الامه العربيه يا ربي امين الا كان والد الركراكي واللاعبين كيسمعوك شنو بغيت تقول لهم رساله قبل الماتش تبغيهم انهم يسمعوا مع الشعب المغربي كنقول لهم المنتخب الوطني يديروا اللي في جهدهم ويفرحوا هذا الشعب المغربي وان شاء الله مربوحه ان شاء الله تبارك الله عليك انت شكرا بزاف خويا يعني كنشكروك حاولت تعطينا توقعات ديالك اليوم وكنشوفوا قولوا لنا الاجواء شويه في السوق كلشي كيدوي على المغرب كلشي كلشي كيدوي على المغرب كل ما مشيتي المنتخب الوطني كيدوي مع الدوري كيدوي مع المغرب السعوديه قطر الدول العربيه كلشي باغي المغرب اليوم خصوصا اليوم شرف هذا الماتش هذا واخا نقولوا ما بقينا باغيين والو ولكن لا باقي باغيين كثير عاودي من الماتشات اللي فاش ملي كيربح المغرب شنو كيوقع هنا خاصه هنا منطقه البرناوسي كنعرفوها يعني شعبيه بمشي شنو كيوقع ملي كيربح اجواء هستيريا كاين اللي ما عمرو تفرج كوره ولا كيتفرج اجواء هادشي اللي لاحظنا هاد العام هذا يعني اللي عمرو تفرج كوره كتلقاه تبع بنادم كيخرج يربح المسيره الخضراء ما شاء الله مربوحة إن شاء الله اليوم مربوح متفائلين شحال شحال كتقول غيخرج الماتش واحد زعما المغرب شكون اللي ماركي زياش هادو التوقعات ديالك التوقعات ديال زياش إن شاء الله هو إن شاء الله يا ربي كنشكروك مرة أخرى نجي عندك مرة الماتش اللي وقعت واحد زعما اللي جبتها صحيحة اللي جبتها صحيحة والله يسمي عندك إن شاء الله الله يكبر بك الله يحفظك مع اول مدرب هذا الشيء مع الوداد المسيره كانت مزيانه باش المدرب يشد المنتخب ثلاث شهور الوداد راه ما ساهل راه بحال المنتخب القطري راه المدرب ديالهم راه تونس تونس ومع المنتخب كيطلع فيه
وما وصلش النيفو اللي واصل لي دابا المنتخب وكنتمنوا حضور. شنو السر شنو السر في نظرك اللي خلى 3 شهور يبان منتخب كيقاتل بهذا بهذا المعنى هذا؟ الوالد الركلاني كنت غادي مع الفريق ديالي بحال الكيب اللي كان غادي مع الوالد يعني نفس الناس نفس الطاكسي نفس المجموعه اللي كان شوف روح العائله في الجروب يعني الوالد الركلاني كيخلق واحد الجو رائع. انا ولدادي وكنشوف كنشوف الوالد الركلاني مع الوداد والو ماشي صحاب ولا خوت انا كنتكافى عليهم في السيرات والو اجواء خوت الوالد الركلاني كيضحك ماشي بحال واحد كتجيبو ما كيعرفش يتواصل مع اللعاب ولا كيوصل واحد الميساج انهم كيفاش يلعبوا ولا خاص ترجمان خاص كادي يعني بحال المنتخب السعودي المشكل كان طايحين فيه دابا مع سميتو هيربي رونار خاصو مترجمان باش كيدوي معاه ولاعب اخر خاص واحد يطرجم ليه يعني المدرب كيكون مزيان ولكن ما كيقدرش يوصل رسالته لذاك الفكره ديالو اللاعب الفكره ديالو اللاعب باش يعرف كيفاش يلعبوا كيفاش طاق شي هجوم ليلياش يعني خاصو يوصل واحد الكلمه اللي تمشي اللي توصل للعابه تبارك الله عليك تبارك الله عليك اخويا وشكرا لك بزاف وكنتمنوا ان شاء الله ان التوقعات ديالك تكون في محلها ونتمنوا ان شاء الله للشعب المغربي كامل يفرح اليوم وخرجوا كاملة كيف ما قلتي انت واحد الجمله زوينه ان الانسان ملي كتربح المنتخب راه كينسى همه كلشي كيخرج فرحان كلشي كيخرج ناشط كلشي كيخرج وهذا ونتمنى ان التوقعات ديالك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نتمنى التوقعات ديالك تكون بصح وعلاش لا يخرج ماتش واحد زعما حنا بغينا نربحو اللي مارك زياد الحمد لله بغينا هيل من فين انت يا هاني المزيد ندخلوا التاريخ باوسع ابوابه ان شاء الله يا ربي كنشكرك اخويا بزاف وان شاء الله مربوحه اليوم باذن الله هذا الماتش هذا كان مربوح ان شاء الله واخا ما مربوحش يهديو محمد السادس ان شاء الله والاسره العلويه كامله تبارك الله عليك اخويا وان شاء الله يكون مربوح باذن الله تبارك الله عليك